اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، وهنشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا. والبدايه مع ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي بوستر لحارسي الاهلي والزمالك من حساب يلا كوره، 4 ايام تفصلنا على قمه الاهلي والزمالك بكاس مصر، الفائز هو، نتمنى يا رب يكون النادي الاهلي ويكون مصطفى شوبير كحارس اساسي، اول بطوله رسميه ليه مع النادي الاهلي، او تاني بطوله، لان هو كان مع الاهلي خد كاس السوبر للانديه الابطال في الامارات وكان حارس اساسي في المباراه النهائيه امام فيوتشر. النهارده هتبقى المباراه الثانيه او البطوله الثانيه في النهائيات مع الزمالك في بطوله كاس مصر، وباقي من الزمن 4 ايام. نروح طيب لحساب المصري الرياضي، وبيقولوا كولر يزف خبرا سرا لثلاث لاعبين بالاهلي قبل مباراه القمه امام الزمالك. بيقولوا ان كولر بيدرس عوده محمد هاني لمركز الظهير الايمن بدلا من اكرم توفيق، بالإضافة إلى ظهور إمام عاشور في خط الوسط على أن يفاضل بين السلية وكوكا في عملية تدوير في التشكيلة بشرط جاهزية العناصر المشاركة. طيب عموما هي كل اللعيبة جاهزة، وده خبر صار أكيد لكل الجماهير يعني قبل مباراة القمة. حساب اليوم السابع بيقولوا كولر يتمسك باستمرار كريم نيدفيد مع الأهلي وتقرير يحسم موقفه من القمة. على فكرة كريم نيدفيد جاله أكتر من عرض في انتقالات يناير عشان يرجع من تاني لفيوتشر، وكريم كانش عنده مانع، ولكن كولر تمسك بيه، وكولر قال انا اللاعب ده محتاجه بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه، لذلك كل ما يكون كريم جاهز كولر بيدفع بيه. ماتش يانج افريكانز كريم ما شاركش ان كان عنده كدمه في الركبه، والجهاز الطبي فضل ان يريح كريم، وفي اجراء وقائي كده بيحصل معاه في اليومين الاخيرانيين يعني، فممكن باذن الله كريم يكون جاهز على مباراه الزمالك ويكون موجود في التدريبات الجماعيه من بكره كمان ان شاء الله. ولكن انا باكد لحضراتكم كولر متمسك جدا بكريم نيدفيد، ولو 100% جاهز هتلاقيه بيعتمد عليه كمان في مباراه الزمالك. طيب نروح لحساب اليوم السابع، وبيقولوا قلق في الاهلي بسبب موقف وسام ابو علي من المشاركه مع ضد الزمالك بسبب معاناته من شد في العضله الخلفيه. لسه قدامنا شويه وقت ونقدر نقول العمليه نسبيه، اللي شايفه الجهاز الطبي والجهاز الفني هيحصل، لكن في مودست، في كهربا، في طاهر، في حسين، في بيرسيتاو، في رضا سليم، الحمد لله كل اللعيبه موجوده، وفي نفس الوقت وسام في مساحه وقت للتحضير لمباراه القمه. حساب الوطن سبورت بيقولوا ان الاصابات تطارد ثلاثي الاهلي قبل لقاء نهائي كاس مصر امام الزمالك. طيب بيقولوا ان في شكوى من ثلاث لعيبه نتيجه الاصابات، طاهر وامام عاشور ومروان عطيه اشتكوا من الام خفيفه خلال الايام الماضيه. طاهر اشتكى من الام في الركبه، امام عاشور الام في اصابع الايد، مروان عطيه كدمه في الايد. ماشي، الاخبار كلها مركزه على الاهلي. حساب بطولات قبل النهائي المنتظر يوم الجمعه القادم، مقارنه بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. طيب الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر بنتكلم على 21 مباراه لكل فريق، الاهلي فاز 9، الزمالك فاز 9، اتعادلوا 3 مرات، ده سجل 35 وده سجل 35. هو بس مش واضح بالنسبه لي الاحصائيه، يعني بفكره ايه في نهائي الكاس، يعني الاثنين لعبوا بعض في الفاينل 21 مره، ولا دي اخر 21 مباراه ما بين الفريقين؟ يعني حساب بطولات مش موضح الاحصائيه، ولكن هنحاول نعرف بالظبط ايه الفكره في الاحصائيه اللي عملها موقع بطولات. حساب سبورت 360 مصريه بيقولوا اكثر اللاعبين صناعه للاهداف في تاريخ النادي الاهلي. الرقم ده بالنسبه لي مفاجاه. الكابتن مصطفى عبده المجري 86، نقدر نقول صناعه للاهداف، يعني عمل 86 اسيست. علي معلول 80 اسيست. يعني هل تتخيلوا ان الظهير التونسي بيقترب من القمه وممكن يتخطى المجري؟ الكابتن التاريخي الكابتن مصطفى عبده. هنشوف اللي هيحصل في الايام اللي جايه، ولكن الرقم ده بالنسبه لي رقم مفاجاه، لان علي معلول مع الاهلي من 2016 ل 2024 8 سنين. بس في 8 سنين علي معلول عمل تاريخ كبير جدا، هل يقدر يكسر رقم الكابتن مصطفى عبده؟ ده هنشوفه في الايام اللي جايه، لان الارقام قريبه في مساله صناعه الاهداف في المباريات. على فكره ويبدو كده ان الرقم ليه علاقه بكل مباريات الاهلي سواء محليه او قاريه او حتى افريقيه. طيب شروق النهارده تتكلم على تفاصيل عمليه ديانج في النمسا، وده الجزء اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه من شويه، ان اليو ديانج سافر خلاص الى النمسا، هيخضع لعمليه جراحيه في الركبه غدا الثلاثاء. والشروق قالت ان هي عرفت ان ديانج هيخضع لعمليه منظار استكشافي على الركبه واحتماليه ازاله جزء من الغضروف. عموما هنشوف
لو ازال جزء من الغضروف غيابه هيكون قد ايه؟ هل ممكن يكون شهر شهرين؟ نتمنى يا رب يكون المده اقل من كده. نروح لاخر حاجه في ترند الاهلي ومعانا حساب كوره بلس. تصريح لميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الاولمبي اللي بيتكلم فيه على كفه الاهلي ارجح في نهائي كاس مصر. هو شايف ان كفه الاهلي في الوقت الحالي افضل كتير من نادي الزمالك نتيجه ان في انسجام مع كولر والاهلي لديه ثقه كبيره. ماشي يا مستر ميكالي، ولكن في النهايه يعني مباريات القمه يعني ما ليها حسابات خاصه، ونتائجك في الفتره الاخيره مش مقياس. احنا بنقول ده واحنا في قناه الاهلي ان لازم ندخل المباراه دي واحنا عاملين في حساباتنا المباراه 50-50. لو عايز تقول للزمالك كفته ارجح اقول لك اوكي انا معاك، مش هزعل على فكره، لان في توقيت المباريات اللي زي دي بقلق جدا من الثقه العاليه. لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يدخل المباراه في كامل تركيزه والتصريحات دي ما تاثرش ولا توصل للعيبه. طب نروح للترند المحلي، والبدايه من حساب يلا كوره وتصريح لاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه اللي بيقول فيها النظام البلجيكي مقترح وليس قرارا، وهناك اليه لتحديد المتاهلين لبطولتي افريقيا. على فكره هنا الموضوع بيتكلم على الجزء اللي كنت بشرحه لحضراتكم من شويه، ان دوري السنه اللي جايه لازم يبقى فيه قرار عشان المشاركات التاريخيه للاهلي في الفتره اللي جايه، والاهلي هيكون مرتبط بقيد في اول سته عشان عنده كاس عالم انديه، فمش هيقدر يسجل والاتحاد يفتح القيد الا لما الدوري يخلص. طب الدوري هيخلص ازاي وهو ممكن يخش في 7 و8 و9؟ فلازم يخلص في 5، فالدوري لازم يتغير. فعشان كده بيفكروا يعملوا النظام البلجيكي. بس لما شرح النظام البلجيكي بشكل خاطئ قال هو مقترح وليس قرار، حصل تراجع سنه بسيطه. لكن عموما هنشوف الاليه اللي هيتم احتساب بيها الفتره اللي جايه. هو على فكره قال في تصريحاته ان توقفات الموسم الحالي بلغت 183 يوم، لن نتمكن من انهاء الموسم المقبل في مايو او يونيو الا باللجوء الى حل غير تقليدي. تطبيق النظام البلجيكي مجرد مقترح وليس قرار، وفي 14 نظام للمسابقات. الاقتراحات دي بتتناقش بقى لها 3 سنين، ولكن خلاص اصبحت دلوقتي مجبر على التنفيذ الموسم اللي جاي. الموسم ده يخلص في 8 او 9 مش هتفرق، لكن اهم حاجه السنه الجايه يكون فيها قرار بدري. نروح لحساب الشروق نيوز وبيقول ان الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا استقر على استاد القاهره عشان يكون معسكر وتدريبات منتخب مصر في 12 مارس المقبل. طيب نروح كمان ونكمل مع الشروق وبيقولوا ان في 8 وجوه جديده في صفوف المنتخب بمعسكر مارس. الكلام اللي سمعته امبارح ان ممكن القائمه المبدئيه يكون فيها 52 لاعب وتختصر ل 27 لاعب، ولكن القائمه المبدئيه فيها 12 لاعب من الاهلي، 12 لاعب من النادي الاهلي. لما تيجي تختصر القائمه دي هل الاهلي هيتاخد منه كام؟ 7 8 9؟ رقم كبير. انبي ممكن يتاخد منه لاعب 2 رقم، فبنتكلم في 10 لعيبه من الاهلي وانبي. عشان كده ماتش الاهلي وانبي هيتاجل، حتى لو الكابتن عامر حسين محدش بلغه، احنا بنقول له ان الجهاز الفني اتبلغ من الاستاذ احمد دياب ان الماتش مؤجل. هتتبلغ في الوقت المناسب، ولكن الماتش مؤجل وفي 8 وجوه جديده في صفوف المنتخب. مين الثمانيه؟ مهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، محمد شكري الظهير الايسر المعار من الاهلي الى سيراميكا كليوباترا، محمد ربيعه مدافع مودرن فيوتشر، مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك، نادر فرج وعمر الساعي من الاسماعيلي، محمد الشامي من المصري، محمود صابر من بيراميدز. طب نروح للقاهره 24 وبيقولوا ان اكرم توفيق يدخل حسابات حسام حسن للتواجد في معسكر منتخب مصر خلال مارس. اكرم ضمن ال 12 لاعب اللي انا اقصدهم. احنا بنتكلم على اكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم لو جاهز ومش خلاص يعني شوفي من الاصابه. كل اللعيبه دي حسام حسن بيفكر فيها، بنتكلم في 12 لاعب. كهربا، حسين الشحات، قفشه، كل دي اسامي مطروحه، ولكن هنشوف الاختيارات النهائيه ممكن تكون مين. طيب نروح لحساب فيتو. اتحاد الكوره بيكشف اخر تطورات ازمه انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر. ايهاب الكومي عضو اتحاد الكوره قال في تصريحات يهمنا بشكل واضح تعافي محمد صلاح من الاصابه. انضمامه للمعسكر يتوقف على حالته. طلبنا انضمام صلاح وفقا للتوقيت المحدد من الفيفا في الاجنده الدوليه. العلاقه بين حسام وصلاح ستكون افضل ما يكون. معلوماتي ان القصه الان في او على طاوله مكتب وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. لو في خلاف يكون في تقريب وجهات النظر. واتمنى من المسؤولين في اتحاد الكوره كفايه تصريحات. سيبوا الامر ما بين جهاز المنتخب وصلاح عشان ما يكونش فيه بلبله في التصريحات. اخر حاجه معايا في ترند المحلي،
منتخب الأولمبي عنده دورة في غرب آسيا واستدعى 4 محترفين. الدورة هتتلعب من 18 ل 26 مارس، هي تبرد في نفس توقيت الأجندة الدولية. نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي في هذه الدورة الودية. من المحترفين بنتكلم على إياد العسقلاني، عمر فايد، مصطفى أشرف، وبلال مظهر.